اهلا بكم في حلقه جديده من عين على الكويت، ونستهل حلقه اليوم بجمعيه عموميه شركه جولف انفست التي لم تتم. فجولف انفست شركه فقدت 75% من راس مالها، شطبت من السوق، وفشلت 6 محاولات لعقد جمعيتها العموميه. للمرة السادسة على التوالي تفشل الشركة الخليجية الدولية للاستثمار جولف انفست في عقد جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب. والشركة تعتبر نموذجا لشركات الاستثمار المتعثرة التي شاهد مساهموها أموالهم تتبخر من خلالها لتشطب من السوق، وتظل الأوضاع مجمدة في انتظار الفرج أو رصاصة الرحمة. شركة متعثرة أصولها نزلت بقدر كبير وأصبحت غير قادرة على مواجهة أعباء الدين. هذا سادس اجتماع، اجتمعنا 3 مرات في وزارة التجارة، وثلاث مرات هنا يجيبون الشيرتون، لاحظي يجيبون الشيرتون مع البوفيه اللي قاعد تشوفونه. وتحاول إدارة الشركة الحصول على موافقة المساهمين على خفض رأس المال مرة أخرى، حيث سبق وخفض رأس المال من 82 مليون دينار إلى 19 مليون دينار، والشركة عليها ديون للبنوك بقيمة 42 مليون دينار. من 82 مليون فاجأونا احنا كمساهمين قبل 5 سنوات أو من 2008، نزلوا ملكياتنا من 82، نزل رأس مال الشركة من 82 إلى 19 مليون. يعني تخيلي شالوا 3/4. وطبقا للشركة هناك مستثمر يرغب في الدخول وزيادة رأس المال بنحو 15 مليون دينار فور إقرار الجمعية العمومية ذلك. احنا اتفقنا مع البنوك على أساس أن يحولون مديونيتهم إلى مساهمة في الشركة. طبعا تحويل المديونية إلى مساهمة في الشركة راح ينتج عنها دايلوشن حق المساهمين. ممكن احنا نتفق مع المساهمين. هي الاتفاق مع البنوك، يعني البنوك حتبقى حصتها قد ايه؟ طبعا هذه كلها يعني احنا قاعدين نقول لهم على اساس شطب الفوائد، يعني ممكن البنوك توصل الى 40-30، يعني حنشوف. بس احنا اول شيء لازم ناخذ يعني ما نقدر نتحرك او نتصرف الا لازم ناخذ موافقه المساهمين. بس اعتقد انت المفروض تيجي للمساهمين ومعك خطه محدده تبين له انت نسبه الدايليوشن قد ايه، البنوك حتكون حصتها قد ايه. صح صح، كلامك مضبوط. احنا باتفاقنا مع البنوك على اساس تحويل مديونيتها الى مساهمه. هذا كله يعني بعد ما ناخذ الاتفاق المبدئي هذا او عندنا ريتن اجريمنت من البنوك انها مستعده تحول مديونيتها الى مساهمه في الشركه. يبقى بعدين نوصل الى 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 انه العكس المفروض انت الاول تكون وصلت للترتيب. ايش اللي صار؟ لا ايش اللي صار مع البنوك؟ البنوك قال يا جماعه احنا معطينكم موافقتنا صار لها 3 سنوات وانتم ما عندكم شيء، انتم تاخذوا موافقتكم قبل ها وتعالوا كلمونا. صرحوا لنا ان في مستثمر داش، ولكن هالمستثمر هذا عنده شرط انه يطلعون الشباب، يطلعون المساهمين برا علشان هو يدخل. شلون يطلعون؟ يعني بيعوا حصتهم؟ نزلوا من 19 مليون الى 1 مليون دينار كويتي ثم يرفعونها الى 19 مليون يدخلون هذا. فهذا احنا صراحه احنا رافضين المبدا هذا. الشركه عندها رخصه وشركه ما اعتقد كذا بيبيعوها كرخصه يعني. شفت شلون؟ هذا اللي قاعد يحصل بالضبط. اخونا المشعان خلف الكواليس قاعد يطالبنا ان صروا على مواقفكم، صروا على مواقفكم وانا وياكم. موقفكم اللي هو رافض عمليه خفض. نعم، لان المستثمر هذا موجود. ما بقتش خلف الكواليس دلوقتي، بقيت على شلون؟ انا اقول لك هذا اللي قاعد يحصل. وعلى الرغم من عدم عقد الجمعية العمومية الرسمية، فإن ذلك لم يمنع احتداد النقاش وتأكيد عدد من المساهمين الحاضرين رفضهم لفكرة تخفيض رأس مالهم بهذه الطريقة، حتى لو كان ذلك يعني خسارة كل شيء. لو أنت ما حصلتش على موافقة المساهمين، إيه الأوبشن اللي قدامي الثاني قدامي؟ إفلاس؟ لا، الإفلاس، تصفية، هذا شيء راجع للمساهمين. المساهمين هم اللي يحددون. يقول يا تعال يا رئيس مجلس الإدارة خلاص احنا يأسنا ها وحولها الى تصفية او الى افلاس او الى غيره ها وخلنا نخلص. يا ابو عبد الله، رب الكعبة والله العظيم. ابو عبد الله انت قلت الكلمة هذه دائما. ساعة وضعك يشتبه وضعي. مو ساعة وضعك، انت تقبل تنزل الى مليون؟ انت تقبل تنزل الى مليون؟ تفضل. اليوم اتخذوا الحق القانوني لكم، انتم السلمية اتخذتوا ما قصرتوا رايتكم بيضاء. اليوم اتخذوا الاجراءات القانونية، يمكن لكم حل.
وبعيدا عن عالم شركات الاستثمار ومشكلاته، نصطحبكم في جولة إلى معرض النفط والغاز الذي عقد في الكويت. أجواء مختلفة تماما، استثمارات حكومية بالمليارات، شركات تتنافس على أحدث التقنيات، وتحديات سياسية وأمنية. شهد مؤتمر شركات النفط والغاز أكبر حشد من شركات النفط الحكومية والعالمية في كافة مجالات إنتاج النفط. ولقد رصدت الدول الخليجية مئات المليارات للاستثمار في القطاع النفطي خلال السنوات القادمة من أجل تطوير ورفع الإنتاج. وتنتج الكويت حاليا 3.2 مليون برميل يوميا. ولقد قرر وزير النفط الكويتي مصطفى الشمالي أن هناك خططا وبرامج معتمدة للوصول إلى مستويات إنتاج تصل إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020. من خلال رؤيتنا احنا كسيرفس كامباني بنتعاون مع كي سي، اقدر اقول بمنتهى الامانه ان فعلا ده فيري يعني اتشيفبل تارجت، يعني هدف ممكن تحقيقه، والكي سي ماشيه في الرايت تراك انها توصل ده، لان هم فعلا عندهم خطه. الرقم لم يلقى اعتقد على حسب معلومات برضو جزافا، القى بناء على دراسات وابحاث مستمره. طبعا الاكتيفيتيز هنا في الكويت وفي الخليج بصوره عامه طالعه، يعني الاكتيفيتيز بتزيد جدا، از بومينج تو ماتش. دوله اكتر دوله خليجيه طبعا بالنسبه اللي انا عارفه ان السعوديه والكويت از ذا هايز، بس ام شور ان كمان الامارات فيها اكتيفيتيز عاليه جدا. متوقعين 2014 و2015 تزيد زياده كمان. الكويت هنا عندها فيري اجريسيف بلانز تو جيت تو production in they have plans ان هم they have to achieve by 2020 and 2030. وترددت ارقام كثيره حول استثمارات خليجيه في قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمه، وصلت الى نحو 100 مليار دولار مع التركيز على رفع انتاج الغاز. نعم، بدأ في شهر 5 في 2013 ضخ ما يقارب بليون متر مكعب من الغاز البحري إلى إمارة أبوظبي للاستهلاك المحلي، وكذلك متوقع إن شاء الله في منتصف 2014 زيادة الإنتاج من شركة إحدى شركات الغاز الجديدة في منظومة أدنوك اللي هي شركة تطوير حق الغاز شاه، شركة الحصن، والتي ستنتج أيضا رقم مقارب للرقم اللي ذكرت اللي هو بليون متر مكعب من الغاز البري. هذا إلى جانب استثمارات دول مثل ليبيا والعراق التي وصل إنتاجها هي أيضا إلى 3.2 مليون برميل يوميا، وتخطط للوصول إلى 4 ملايين برميل العام القادم، مما يعني ضخ استثمارات جديدة. يعني هي حجم التقديرات انه بالنسبه للاستثمار في قطاع النفط بشكل عام هي قدرت باكثر من 130 مليار دولار، يعني هذه حجم الاستثمارات مدى كم سنه؟ لا، بالنسبه لهذه بالنسبه للشركات يعني العالميه التي اتت للعراق في قطاع الاستخراج، بالتاكيد هذا الرقم سوف يتضاعف، يعني لانه العراق تحول الى ورشه عمل كبيره جدا، الآن لديه مشاريع كبيرة في قطاع الاستكشافات وفي قطاع تنمية الغاز، هناك تأسيس لثلاث شركات الآن حتى تدعم الشركات الوطنية الأخرى. وتضمن المعرض آخر تقنيات شركات النفط في استخراج النفوذ الثقيلة والغاز الصخري الذي أصبح الرقم الصعب الجديد الذي يتوقع كثيرون أنه سيقلب موازين سوق النفط العالمي. احنا في أمريكا البايونير في هذا المجال، وده بلا شك بيدينا أفضلية في أن احنا ممكن ننقل هذه التكنولوجيا من أمريكا إلى هنا، ولذلك احنا دائما في تواصل مع الكي أو سي بحيث أن احنا دائما نقدم التكنولوجيا دي ونورناهم أوريدي احنا إمكانياتنا في هذا المجال، وفي فيري هاي كوميونيكيشن حاصلة اليومين دول مع الكي أو سي على هذا الموضوع، وأوريدي الناس جبنا ناس من هيوستن وراهم عرض التكنولوجيا دي، والكي أو سي أعتقد يعني إن فيري جود لاين وذ أس في الموضوع الشيء ده. طبعا انت عارفه ان الايزي اويل ابتدى يخلص خلاص في العالم كله، فابتدينا دلوقتي نخش للاويل الاستخراج بتاعه اصعب شويه. الشيل اويل واحد منهم،
طبعا والهيفي اويل والثقيل. طبعا هنا الجي او بتحفر هيفي اويل من بقى لها فتره. كي او سي كمان داخله فيري ديب في الهيفي اويل والشيل او والشيل جاز. اكشولي شيل جاز لسه شويه, هو مينلي في اليو اس لاند والحاجات دي, بس هنا برضو جاي. وهنا الهيفي اويل از الكي او سي از بلاننج تو انكريز الاكتيفيتي جامد. وي هاف سيفرال تايمز تو كم تو كويت تو انترودوس اور تكنولوجي. We just develop a new kind of technology for the heavy oil. بترامينا شركة مملوكة بالكامل لحكومة إندونيسيا, ولدينا حقوق امتياز في حقول دول كثيرة في المنطقة. وأتيت عدة مرات لأعرض على الحكومة الكويتية تقنياتنا الخاصة باستخراج النفوط الثقيلة, وأنا متأكد أنها ستفيد الكويت كثيرا. ليست كلها وردية بالنسبة لشركات النفط, فهناك تحديا كبيرا يواجه هذه الشركات, التحدي الأمني الذي أصبح عاملا هاما في الكثير من الدول. وليبيا والعراق ليست ببعيدتين. العراق واجه كل التحديات بالتأكيد, أنه الشركات الأجنبية تعمل في العراق على الرغم من التحدي الأمني. بالنسبة للتحديات هي بعيدة عن يعني الحقول النفطية والقطاع النفطي, لكن نجد أيضا هناك إصرار من قبل الشركات العالمية. عندما أتت للعراق كانت تعرف حجم التحديات, وبالتالي استمرت في مواجهة هذا التحدي, والحمد لله حققت خطوات مهمة جدا في هذا الإطار. ودليل على ذلك أنه بدأ الإنتاج الأولي لأكثر من حقل, وأيضا اختزلت بعض الشركات يعني فترة 3 سنوات للإنتاج الأولي أو 10% إلى أقل من عام. وبالتالي هناك أعتقد الصور التلفزيونية هي صور تعكس أو تترجم الواقع, وبالتأكيد كانت هناك خطوات مهمة انعكست على الصناعة النفطية في العراق. طبعا احنا بيبقى عندنا contingency plan تبقى موجودة, بيبقى كل الناس في الشركة أوير بيها, بحيث لو لا قدر الله حصل أي حاجة في ظل الظروف اللي موجودة في المنطقة بيبقى في أكشن على طول بيتعمل, وبلان بتبقى متزبطة, بحيث ان احنا اهم حاجة عندنا السيفتي بتاع الموظفين بتوعنا. فطبعا لو في لا قدر الله أي حاجة مش كويسة بيبقى في بلان موجودة بتتنفس في ساعتها, بحيث اننا نقدر نسيف اللايف بتاعت اور امبلوي which is the most important. يعني بيكون اول حاجة في الكونتينجنسي بلانز دي هي الحفاظ على ارواح الموظفين, لانها بنرى مثلا بعض الشركات النفطية الكبرى اغلقت بعض اعمالها مثلا في ليبيا وفي هذه الدول. ليبيا كان ليها وضع خاص, لان الوضع فيها كان سيفير من سنتين. فليبيا طبعا بيتعمل ايفاكيويشن على طول, لان الوضع كان يعني مش طبيعي. بلاد زي مصر اللي فيها الوضع اللي انت عارفاه يعني حاليا بيبقى في زي طبعا ككونتينجنسي بنعمل اول حاجه اننا مثلا بنخلي بس الناس اللي ما نقدرش نمشي الشغل من غيرهم موجودين في الكونتري, نمنع اي حد يجي لها زيارات. احنا دايما طبعا احنا كشركه لينا وجود في كل المنطقه, بيبقى في مثلا خبرات من هنا بتروح البلد الثانيه تنقل نقل الخبرات فطبعا بنمنع, بنوقف السفريات. يمكن اول حاجه بتتعمل لنا بنخلي العائلات بتاعه الموظفين بتوعنا يمشوا, بنحاول نريديوس العدد الناس اللي شغالين عندنا, بحيث ان احنا نبقى شغالين بالمينيمم اللي محتاجاه المنطقه اللي احنا فيها حسب الظروف بتاعتها. والموضوع لو كبر بقى لا قدر الله عن كده زياده بيبقى فيها فول ايفاكويشن للكونتري. بعد الفاصل زيارة خاصة جدا إلى مدينة نيويورك, كونوا معنا.